السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا بنات؟ الاخبار يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل حاجة سهلة وبسيطة جدا مع بعض بإذن الله. هنعمل معانا بالفلفل. عارفين بقى لو الفلفل ده من الفلفل العادي اللي هو الفلفل الحامي او البارد الطويل هيكون احسن بكتير جدا، ولو مش حابين تحطوا فلفل رومي برضو مفيش مشكلة، احنا بنستخدمها الفلفل الاخضر. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسونيش يا ريت في لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد وتفعيل الجرس. يلا بينا نبدا مع بعض وصفتنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول حاجه عندي هعملها ان انا هغسل الفلفل، اغسله كويس جدا وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. ودلوقتي انا غسلت الفلفل بقى معايا بالشكل ده، طبعا نظفته كويس جدا. انا مش هشيل منه الجزء ده وهتشوفوا ليه دلوقتي. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ مع بعض الوصفة. بعد ما غسلنا الفلفل، اول حاجة بجيبها معايا هي الحلة. بجيب حلة، اي حلة فاضية عندك، وتبدأي ان انتي تحطي فيها الفلفل عشان تسلقيه. احنا هنعمل وصفة بالفلفل المسلوق اهو. بعد كده بعد ما اخدت الفلفل معايا كله عشان اسلقه هرفعه بقى على النار. دلوقتي خلاص معايا حطيته كله على النار، هسيبه بقى لحد ما هيغلي. وطبعا هحط عليه هغطيه بالغطا، هغطيه بالغطا معايا كويس جدا. ده تكون يعني ايه فعلا نص سوا، ما يكونش سواها كامل اهو. هاخدها طبعا على البولة كده على طول اهي، واخد القرن الاحمر ده اهم، بس الثلاثة دول مش اكتر، الباقيين هسيبهم يكملوا التسوية اهو. بصي بقى عاملة ازاي. هي اصلا خلاص كلها بدأت تدخل في تسوية. بصي بتعرفي ازاي، بتلاقيها من هنا بقت طرية خالص، يعني بدل ما هي تكون منفوخة كده بتلاقيها، بصي تيجي تعمليها كده تلاقيها انكمشت اهي كده، بقت استوت معايا. بس طبعا لسه مش كلها، انا هسيبهم شويه مفيش مشكله من الوقت اللي هيقعدوا. دلوقتي بقى جبت اللي هو اللي انا عاملاه نص سوا وحطاه في ميه، هشيل بس الجزء اللي هنا ده مش محتاجاه في حاجه. وبعد كده هاخد الجزء ده، انا حابه ان انا اعمله كبير مش صغير اهي، اعمله عريض اهو. طبعا الايد بتاعته دي انا محتاجاها عشان خاطر همسك منها اهي اهي كده اهو. بعد بقى ما عملتهم بقوا بالشكل ده كده اهي، شايفين بقت عامله ازاي. انا حابه ان انا اسويها مش عايزه اعملها نيه اهي، هروح مكمله الباقي بنفس الشكل. التانيين طبعا زي احنا ما متفقين لسه على النار. طبعا اللون الاحمر في الموضوع ده ما اقولكوش يعني بيدي شكل جميل ازاي. انا قطعتها معايا دلوقتي بالشكل ده، هاخد بقى التانيين اللي كانوا نص سوا خلاص استوى. طبعا اكيد شايفين الفرق بين اللون ده واللون ده، بصوا كده دي بقت دي عامله ازاي ودي عامله ازاي. دي لونها هي غامق كده ودي فاتحه شويه اهي، شايفين درجه اللون طبعا فرق بين ده وده. ده هسيبه بقى على ما يبرد كده معايا على مهله وناخد ده نشتغل بيه. طبعا بجيب عندي الطاسه حطيت فيها زبده زي ما انتم شايفين كده، هبدا ارص فيها. ده مش هيطلع معايا يا جماعه بنفس الشكل يعني اللي انتم متخيلينه اهي، هقطعها دي بس بالنص الاول اهي كده، وهبدا اعملها كده حلقات. انا عاملاها ليه حلقات كده بالشكل ده؟ مش هحط جواها حاجه، انا هعملها عليها كلها اهي، على الطبقه كلها. خلي بس الملون كده وزعه فيها اهو، خلي واحدة اخضر واحدة ملون بالشكل ده كده. اهو زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بصي بقت معايا بالشكل ده، هعمل ايه تاني؟ بجيب معايا طبعا اجزاء كده من الفلفل الاحمر، حاجات بسيطة جدا. دي من اللي كانت باقية عندي من الفلفل الاحمر اهي، حاول انك يعني
تديها ضربة كده بسيطة، او ان انت تقطعيها تقطيعة خفيفة كده. ونجيب بقى التاني اللي هو كان لسه ما اتعملش ده اهو. بصي اما بتعمليه كده بيتقطع معاكي بكل سهولة، مش كده بس هو سخن شوية اهي. فطبعا انا شايفة ان كده اسهل بكتير اهو. والتانية برضو بنفس الشكل. عادي جدا لو انت مش عايزة تعمليه في طاسة ممكن تعمليه في اي صينية عندك اهو، بس المشكلة ان هو سخن قوي بصراحة. اهو انا كده عملت شوية من الفلفل المسلوق عملته معاها كده، وشوية تانيين من الفلفل اللي هو ايه نص سوا عشان يكمل تسويته معاهم. دلوقتي جبت معايا بولة فاضية، هبدأ ان انا اجيب بيض كده. بسم الله. طبعا بتحضري البيض على قد الكمية اللي انت محتاجاها، يعني لو انتوا عددكم كبير هتزودي طبعا كمية البيض، ولو عددكم صغير طبعا بتقللي. هحط على البيض، بضيف طبعا رشة من الفلفل الاسمر تكون كويسة عشان تضيع زفرة البيض، ورشة كمان من الملح لان رشة الملح اللي هتضيفيها على البيض هي دي هتبقى رشة الملح للأكلة كلها. هضربها طبعا كويس جدا. وهبدأ ان انا اضيف عليها، هبدأ طبعا اني اضيف عليها كل كمية الفلفل اللي انا قطعتها بالشكل ده اهي. عشان كده انا حطيت الالوان مختلفة مع بعض عشان بصي بتديكي طبعا الوان جميلة جدا. طبعا انا حطيت الطاسه على النار عندي هنا، وهنا طبعا قلبت كويس جدا البيض. هنزل بيه بقى كده بسم الله على كل الكميه الموجوده عندي. هعدل دي بس الاول، بس انا عايزه الكميه تبقى كافيه بحيث ان هي تغطيها لي كلها اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تحاول بقى انك تظبطي شكل الورده اللي انت عاملاه. هسيبها بقى تستوي معايا على الناحيه دي، ولو احتاجت ان هي تتحط في الفرن مفيش مشكله. طبعا بتحاولي ان انت تحطيها على نار هاديه. عندي طبعا جبنه موتزاريلا، هبدا ان انا اكملها كده بالموتزاريلا. عشان كده انا عملتها عاليه عندي من فوق عشان احط عليها الموتزاريلا. لو انت حابه بقى تحطي في الباقي مفيش مشكله اهي. طبعا بتديكي شكل جميل جدا، وطعم كمان الموتزاريلا بيبقى ليها طعم جميل ومميز، وكمان اما بتيجي تشيليها بتلاقيها بتمط معاكي فبتديكي مطه جميله. لو عندك بقى اولادك مش بياكلوا اصلا البيض هيحبوه بعد ما تعمله لهم بالطريقه دي. لو حابه انك تحط لهم فيه زيتون بيبقى برده جميل جدا. حاول بس اكسر دي اهي، مفيش مشكله خلاص كده. وهي كده بقى هشيلها احطها في الفرن. دلوقتي بقى عندي باقي الفلفل اللي انا ما عملتوش اللي انا كنت سلقاه كويس جدا، هبدا اعمل فيه ايه، هفتحه بس من هنا من اي جزء فيه مش هتفرق. تبداي انك تفتحيه بالشكل ده كده اهو، بصي بيتفتح معاكي بمنتهى السهوله. هنروح عاملين ايه، عندي خلطه المخلل او الهريسه بتاعه المخلل عامه. هبدا ان انا اخد منها حاجه بسيطه جدا على طرف المعلقه. الهريسه دي يا جماعه عاملاها ازاي، ثوم مهروس وفلفل حامي او بارد، وبتحطي عليه طبعا بهارات وتوابل، يعني بتحطي عليه شطه وتحطي عليه ملح وكده. وهو اصلا بيتعمل من الفلفل الحامي ما بيتعملش من الفلفل البارد عشان تكونوا عارفين. وهنبدا ان احنا نحشيهم بالشكل ده كده. دي طبعا بتسيبيها عندك الهريسه دي من السنه للسنه. كده نكون عملنا مع بعض الفلفل المسلوق. كده طبعا هنكون عملنا مع بعض الفلفل المسلوق اللي احنا حشيناه بحشوه هريسه الشطه اللي بتعمليها للمخللات العاديه. وهنكون برضو عملنا مع بعض الوصفه الثانيه، وهي الفلفل اهو زي ما انتم شايفينه كده، الفلفل بالزيتون بالموتزاريلا بالبيض. في نهاية الفيديو بقى بتمنى ان هو يعجبكم وان انتوا تجربوها، فاحطها في طبق طبعا واوريها لكم اهي. هبدأ ان انا انزلها معاكم كده بسم الله. شايفين بمنتهى السهولة والبساطة، ما خدتش معايا
وقت طبعا ولا مجهود ولا اي حاجة، جميلة جدا وسهلة وبسيطة. نبدأ بس ان احنا نقطعها كده، بسم الله اهي. حابة بس ان انا اوريها لكم كده عاملة ازاي. بصي بسم الله ما شاء الله سميكة، وفي نفس الوقت بتيجي تقطعيها عشان الموتزاريلا اللي احنا حطيناها. بصوا حاول بس اقطع لكم كده الفلفل عامل ازاي اهو. بصي الفلفل بقى بيمط قوي ازاي. يا رب بقى الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، وبتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوه. عملنا بالفلفل المسلوق صنف كده يتاكل للفطار او عشاء، وعملنا مع بعض كمان حاجة كده ايه تتحط جنب الاكل. يا رب في نهاية الفيديو يكون عجبكم، وبتمنى باذن الله ان انتوا تجربوه. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الكومنتات واللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد، وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.